كليه الاثار في جامعه عين شمس نظمت بالتعاون مع جمعيه الاثار القبطيه والمعهد الفرنسي للاثار الشرقيه بالقاهره المؤتمر الاول للاثار القبطيه، وده كان بحضور صاحب القداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقوسيه. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. طبعا احنا سعداء بتواجدنا في جامعه عين شمس ومع السيد رئيس الجامعه الدكتور محمود المتيني، وان الجامعه تجمع هيئات لاقامه هذا المؤتمر الدولي للاثار القبطيه، وهو المؤتمر الاول بهذه الصوره. فرصة طيبة جدا، لكن ده بيدي دلالة على أن الحضارة المصرية بكل تاريخها وغناها، هذه صفحة من صفحات الحضارة المصرية تمثل في الآثار القبطية. الاهتمام بالآثار بصفة عامة اهتمام بالجذور، بجذور الحياة المصرية، وطبعا الاهتمام ده بياخد مجالات كتيرة، سواء في اللغة، سواء في الموسيقى، سواء في الفنون، سواء في الآثار. الحقيقة الاهتمام بالغ، سواء من القيادة السياسية أو من السادة الوزراء الحكومة يعني، ومن السادة المحافظين، ومحطات كتيرة صارت في صورة جيدة لاستقبال كل الزوار اللي ممكن يزوروا محطة من محطات هذا المسار. النهارده احنا يعني في سعاده خاصه، اللي ده المؤتمر الدولي الاول للاثار القبطيه وللحضاره القبطيه، لان مش بس الاثار، الحضاره القبطيه شامله زي ما قداسه البابا اشار، مش بس الاثار، اثار مهمه جدا، لكن اللغه، العادات والتقاليد، الفنون، كل ما يخص الثقافه القبطيه اللي لها بصمه اكيده ومستمره واضافت الكثير للتاريخ. مصر اقدم دوله على وجه الارض، عدى عليها كل الحضارات، بدءا بالحضاره الفرعونيه ونهايه بالاسلاميه، مرورا بالقبطيه اللي هي كانت اخذت الكثير من الفرعونيه واثرت في الاسلاميه، فكل الحضارات الحقيقه متاثره ببعض. النهارده بنشهد افتتاح مؤتمر الاثار القبطيه الدولي الاول، وفي الحقيقه المؤتمر في من حيث الاهتمامات البحثيه بتاعته هو طبعا بيركز على التراث القبطي المتنوع ما بين اللغه والعماره والفنون والمخطوطات. التوقيت بتاعه جاي في وقت الدوله فيه، يعني شايفين احنا في نشاط على مجال واسع جدا في الحفاظ على الاثار والتراث. ويعني بعض المسارات زي ما حياتك قلت بالظبط، هو المسار بتاع العائله المقدسه اللي من دول ان شاء الله احنا الدوله في طريقها ان هي يعني تنتهي منه تماما ويتفتح للزياره ان شاء الله بشكل اخر. هذا المؤتمر بيعكس بدايه الاهتمام بالاثار القبطيه والعلم بتاعها، ولو حياتك تعرف ان تقدم اكثر من 120 بحث، وده اول مؤتمر دولي يعقد في هذا الديسيبلين. ده يقول لحضرتك لو تم استمراريه لهذا المؤتمر الدولي هيحصل ايه، وهيبقى محط اهتمام رئيسي لكل الباحثين في هذا المجال. هو أول مؤتمر معني بهذا في رحاب جامعة عين شمس، ومش هيكون الأخير، الأول. هو أهميته أنه هو كذا أهمية، أهمية علمية بحتة أنه هو بيدرس الآثار والتراث القبطي، إنما هو أيضا أهميته في الشراكة بين جهات مختلفة.